السلام عليكم ورحمة الله، موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. يشارك الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز في مؤتمر دولي بمالابو عاصمة غينيا الاستوائية حول آليات إفريقيا لمواجهة داء الأيبولا. وكان الرئيس قد غادر العاصمة نواكشوط يوم أمس متوجها إلى مالابو للمشاركة في أعمال المؤتمر الذي افتتح صباح اليوم، ويشارك فيه رؤساء وقادة العديد من البلدان الإفريقية والأوروبية. استعرض وزير الصحة الموريتاني أحمد والجلفون خلال اجتماع تمهيدي سبق انطلاقة المؤتمر الجهود التي قال إن موريتانيا بذلتها في سبيل تحصين البلاد من داء الأيبولا. ودعا والجلفون إلى ضرورة تضافر الجهود في سبيل مواجهة هذا الداء الذي تسبب في وفاة آلاف الأشخاص بالقارة الإفريقية. دعا السفير الأمريكي بنواكشوط لاري أندري إلى تأسيس شبكة عابرة للحدود مختصة في محاربة الإرهاب. وقال لاندري في كلمة ألقاها خلال افتتاح منتدى الشباب الإفريقي للتنمية والسلم المنعقد بنواكشوط إن مستقبل القارة مرهون بالأمن والاستقرار وفهم الشباب لدورهم في التنمية. تعرض رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيه بلاتر لما وصفه بالإهانة حين رماه الممثل البريطاني لينيلسون أثناء مؤتمر صحفي بأوراق مالية، في إشارة إلى تهم الرشوة والفساد التي توجه للاتحاد الدولي لكرة القدم والتي على إثرها قدم بلاتر استقالته. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. الرابعة موجز إخباري بحول الله، دمتم في أمان الله.